شكرا يا ربي شكرا ثم الرحيم وبه قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا رمادو بن سلمه قال حدثنا صالح بن البناني وعن ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت بالبراق وهو دابه اليد طويل فوق الحمال وزور البغل يدعو حامره الى منتهى قربه قال فركبت حتى اتيت بيت المقدس قال فاردته في الموكة التي يلبث به الانبياء قال ثم دخلت المسجد فصلى فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه قال فبعث لنا فاذا نبي ابنين خالتي سيدنا مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرض بنا الى السماء الثانيه فاستفتى جبريل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه فبعث لنا فاذا نبي يوسف صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد أوتي شطر الحسن قال فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرض بها إلى السماء الرابعة فاستبقى جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أوتي मस्जिद अक्सा सबसे पसंद और मेराज कहा जाता है मस्जिद अक्सा से सबसे पसंद और कभी कभी ये फर्ज जो है किया नहीं जाता इतना बोलकर पूरा मुराद